بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الفجر من المواقع المتميزة عندنا كلنا، وخاصة أنا دائما أجهزه. أنا بقول الانتخابات النهاردة عرس جميل جدا 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 للزمالك، وهذه الانتخابات تنقل الزمالك إلى درجات عليا جدا جدا إن شاء الله، وسوف تؤدي النتيجة وتبرهن النتيجة على أن الذين يستحقون. النهاردة لسه بتكلم والساعة 7 لسه النتيجة ما اتفرزتش، لكن أنا بقول إن شاء الله الجمعية العمومية هتختار مجلس إدارة موفق إن شاء الله، يوفر كل شيء لأعضاء الجمعية العمومية، ورائعة الانتخابات جدا جدا وسلسة جدا جدا ولا توجد بها مشاكل. ايه الفارق ما بين انتخابات نادي الزمالك هذه المره والمرات السابقه؟ والله الناس اصبح عندها وعي، يعني مش عايز اقول فارق لسبب معين، ولكن انا عاوز اقوله ان الناس اصبح عندها وعي وبدات تركز في اختياراتها وبدات تختار بعقليه. هي انتخابات على طول طمرها، ولكن مع تغيير الثقافات بتتغير المفاهيم، بتتغير الافكار، بتلاقي الاختيارات يعني معظمها صحيحه. أولاً بالتوفيق إن شاء الله لكم حسام، وكلمني عن إحساس حضرتك بعد ما علمت متأخراً بعودة الدكتور حسام للانتخابات. والله يعني أملنا في ربنا كان كبير وما انقطعش أبداً أبداً لغاية آخر لحظة، وإحنا خلاص قلنا يعني إذا له نصيب نروحنا، إذا فيه نصيب إن شاء الله هينزل الانتخابات وكل الانتخابات والجميع هم تقول كلمتها معاه. ما فيش نصيب خلاص بقى رضا ربنا، لكن طبعا كل سعداء بظهور النتيجة، لان انا عايز اقول للجمعية العمومية ده الدكتور حسام المندوب، شوفوا قوته شوفوا قدرته شوفوا وضعه، بس وراجل انا متأكد منه ان هيخدم الجمعية العمومية ان شاء الله. طيب رسالة حضرتك بقى بعد النتيجة بإذن الله للمرشحين اللي ناويين يقدموا في عمومي، ركزوا في قراراتكم، شكلوا لجانكم، حطوا نادي الزمالك في الأولوية دون مجاملات ودون أي شيء، اظبطوا الموارد الداخلة واظبطوا المنصرف، هتاكلوا نادي الزمالك من أغلى أندية العالم. أقول لهم يعني وبالذات أقول للدكتور حسام ابني، أنت عندك القدرة إنك أنت تسيطر وتحكم المصادر سواء كان الوالدات أو المنصرف، وهترفع بكده النادي إلى درجات عليا إن شاء الله. إن شاء الله، رسالتك بقى لجمهور الزمالك آخر حاجة. جمهور الزمالك دايما خليك ورا ناديك، انت تحملت كتير، وكلنا ان شاء الله متفائلين بمستقبل هذا النادي الكبير، والدعاء عليك جمهور الزمالك ان تساند دائما هذه القائمه وهذه الفرق، فرق الزمالك، وان شاء الله ستحقق لكم كل امالكم وطموحاتكم ان شاء الله. ان شاء الله. مشكورك يا دكتور. العفو يا بنت.